بسبب اغتيال السفير الروسي أندري كارلوف في أنقرة العام الماضي وتدوينات بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي التي مجدت الهجوم، يخوض 6 شبان المغاربة يحسبون على التيار الإسلامي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم ومتابعتهم قضائيا بجناية التحريض والإشادة بأعمال إرهابية. هذا الملف في نظر هيئة الدفاع أنه ملف ذو طبيعة سياسية وليس ذو طبيعة قانونية، لأنه ملف مفبرك ومطبوخ ومصنوع ضد جهات معينة. إضرابهم عن الطعام اليوم يحمل الدولة المسؤولية، هذه مناشدة لكل فعاليات الحقوقية الوطنية والدولية باش تضامن مع قضية هاد الشباب، لأنهم شباب أبرياء من تهمة كبيرة وجهات إليهم. شبيبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي من جهتها تقود حملة مساندة لمن يدعون بمعتقل الفيسبوك، مطالبة بحريتهم وعدم متابعتهم وفق قانون الإرهاب، وقالت إن التدوين عبر الإنترنت يدخل في مجال حرية التعبير والرأي. هذه الوقفة هذه هو تأكيد من المواقف منظمة الجيش الطلابي بأننا نحن وسطيين معتدلين، نحن يعني نحارب الإرهاب، فمن غير المقبول ومن غير المنطقي أننا نحارب هذا الإرهاب ونتهم به. عندي واحد الواجب ديال التحفظ، حاجة ما درستهاش مجلس الحكومة، ما لا يمكن التعبير عن موقفين بصددها في هذا الفضل. هذا الشيء اللي وسطيين معتدلين ماشي إرهابيين. أطراف أخرى قالت إن تدوينات الشبان المعتقلين مجرد رأي منعزل ولا يؤسس لفكر متطرف خلف الحواسيب. قد تكون مواقع التواصل الاجتماعي مجالا للتعبير الحر، لكن الإشادة بما يسمى الإرهاب يعاقب عليه القانون الجنائي، خاصة إذا كان منافيا لثوابت الأمة المؤسسة على التسامح والتعايش. عبد الحي البقالي، الحرة، الدار البيضاء.